اللي فايدت اللاعيبه الجابيل واتشابا وكتمشي خارج ارضيه الملعب. ولكن من جديد على اللاعب زكريا كياري. زكريا كيمرر في اتجاه صمد لمباركي. لمباركي هذه فرصه والهدف. الهدف بواسطه اللاعب جاميلو اتشابو، لاعب الكابوني كيتمكن من اللاعبين ديال فريق نهضه الزمامره وكذلك الجمهور الحاضر واللي رافق فريق نهضه الزمامره هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. اذا هدف التقدم لفائده فريق نهضه اتلتيك الزمامره. التمريره كانت ممتازه والراسيه ديال المركب الرياضي محمد الخامس. لاحظوا من جديد التمريره ديال عصامه لمباركي، تمريره ميليمتريه و جاميلو اتشابو كيتمكن من وضع الكره في شباك الحارس احمد رضا التاكلوتي، وبالتالي فريق نهضه الزمامره كيتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذا المباراه. وقلت بانه لقاء متحرك، لقاء سريع، وبالتالي فريق نهضه الزمامره قلت كومارا ونصير و بامكان اي فريق انه يستثمر محاوله. فريق نهضه الزمامره بواسطه اللاعب اتشابو كيتمكن انه يفتتح يشتغل معاه كمدرب مساعد مدرب دريلوفيتش. هذه فرصه، تسديده ارضيه لجاميلو اتشابو، ولكن الكره كتمشي للزاويه، الزاويه اللي فايدت فريق نهضه الزمامره هي الزاويه الثالثه. كما قلت من اجل الانفراد بالصداره كل مدرب عنده اللي يعتمدوا عليهم بشكل كبير. راسيه الى السعودي كومبوستيل الاسباني نونسي الفرنسي هشام مرشد، كذلك جاميلو اتشابو هذا اللاعب الكابوني اللي مسجل هدفين حتى الان رفقه فريق نهضه الزمامره، وبالتالي تمكن انه يصعد رفقه فريق رجاء بني بلال. كره تدخل الدفاع وكتوصل لانس سرغات كيحاولون يخرج الكره. اتشابو بدر القدرين كطيح هذه المحاوله بسرعه الشرط، يعني ايقاع سريع ديال المباراه، واعتقد بانه لو مشات المباراه بهذا الشكل فاكيد سرغات طلب الكره اللاعب جاميلو اتشابو. بالفعل جاميلو لعب الكره في الجهه الوقت حتى انه يكون استئناس، يكون هناك استئناس بالاجواء لانه لاعب صراحه لفريق كبير بقيمه. لمباركي تحرك ديال ابراهيم البحري في الوقت اللي وصلت الكره لجاميلو اتشابو لاعب الكابوني. الكابوني شنو غادي يعمل؟ دائما حتى الكره ترجع الكره من جديد عند زكريا كيالي. تشابو والحكم كيمنع خطا لفائدة تلعب على الواجهة المحلية والقارية، فلا بد أن يكون عندك كما قلت لاعبين اللي يكونوا بنفس القيمة. هذه فرصة بواسطة جاميلو اتشابو كيلعب الكرة في جهة اليسرى علي، ضاعت منه الكرة. هشام رشاد، هشام رشاد كيمرر في اتجاه مسجل تسديدة بدر القادري كطيح منه الكرة. هشام رشاد رفع الكرة في اتجاه اللاعب الكابوني جاميلو اتشابو على الطريق ديال الفرصة لفائدة فريق نهضة الزمامرة. تمريرة في اتجاه جاميلو اتشابو اللاعب الكابوني. جاميلو رفعت